دراسة ومسابقة على اتفاقية الشراكة متعددة الأطراف تتعلق ببناء وتجهيز مركز فارس وتثمين نفايات الصرف بجانب الرباط المنيطرة. الدراسة والمسابقة على اتفاقية الشراكة بين مجلس جماعة الرباط ومجلس جهة الرباط المنيطرة بخصوص تهيئة دار المريني. الدراسة والمسابقة على ملحق اتفاقية الشراكة مع جمعية العمل الاستعجالي. فتح حساب خصوصي للدفعات المرصودة لمشروع التعاون بين جماعة الرباط ومدينة مطلع جولي. ما تشوفش تخلي واصبح على داخل اللي كنت صاحي حنا تقولوا لي سالي سالي السر وتبدي السر شوية. هذا قرار المكتب فين تعيش هذا المكتب فيا واحد المكتب المكتب فيه غير انت والرئيس وشانا شكون هذا المكتب اللي غادي شكون فيه والله يخليك الرئيس خلينا نتكلم شوية كلمة عند السلطة والله يخليك نتكلم شوية كلمة عند السلطة ما جايش بغا نسكتو ما جايبين له العيون ما هاد فلوس يا سلطة جيب الله راه متهمين فيها بنت بمصايب كبرى طيب ست دقيقة اسمح لي الله يخليك سيطاتو سيطاتو في دار المداخلة ما كاينش مداخلة كلمة السلطة هذا مطرود من القاعة السيد باشا هذا مطرود هذا مطرود من القاعة هذا مطرود هذا مطرود هذا مطرود هذا مطرود هذا مطرود هذا مطرود خرج هذا مطرود هذا مطرود كان تخفيك المادة 48 وكان تخفيك من القاعة كان تخفيك المادة 48 وكان تخفيك من القاعة حقيقتكم تكشفات دابا هذا مقر ديال البلدية هذه بناية تبع البلدية علاش مين غادي يدينا نصلحوها كاع فيها شي حاجه نعطيو مجلس العمل يصلحها يكتب علينا والاستاذ سعد واش خيره ما خيرهمش من هذا الشيء نعطيوها لوزاره الثقافه علاش بالضروره تعطيوها لجهه تصلحها راه هذا الشيء كل شيء عاق بكم راه حشومه تكشفتوا اللهم انا هذا منكر حليب هذا المجلس السيد الرئيس هذا المكتب الموقف كان حاليا به انه يدرس واحد النقطه مهمه جدا ومهمه كتهمنا كمحكمه غالبه بكل سياسي وهي قضيه التصريحات ديال وزير الخارجيه الجزائر وكان مجلس مدينه الرباط كان علينا جميعا ان نسجل هذه التصريحات وكان عليكم كرئاسه وكان مجلس هذه هي النقطة لأن هذه تخضع إلى مزايدة سياسوية قوية هذه كتهم البلاد هذه التصريحات الاستفزازية كنت كنتمنى أنك تشكي فيها واحد النقاش ولو قصير جدا جميع الفرقاء السياسيين لأن ما كانش كنت نفس الوطني ديال شي واحد كانت هذه النقطة هي الأولى تكلموا فيها السيد الرئيس ولكن مع الأسف الشديد نحن كفريق نسجب وننتج هذه التصريحات كما ينتج الجميع مما أشكى فيه لان هذه مساله مصيريه مساله كتعرض بالوطن وهذه التصريحات ما كتصر الا لواحد الانسان عنده حق وغير على هذا الوطن واحد العفس والرفس على الديمقراطيه ملي كنطلبوا من وقت النظام ولا ملي كنطلبوا شي حاجه ما كنطلبوش شي حاجه ضد شخص معين حنا عندنا وقت النظام بالجوهر عندنا وقت النظام في الموضوع سمعوا لي الله يجازيكم بخير ما كنطلبوا منكم حتى شي حاجه كنطلبوا منكم الانصاف سمعوا لينا راه ما يمكن لينا شيء هذا على الجثث ديالنا نشوفوا الديمقراطية كتبع في الرباط ونتفرجوا راه عامين ديال الاستبداد عامين ديال سب الاذان وحنا كنتصنتوا وكنتفرجوا راه يستحيل يستحيل شي عاقل في هذه البلاد من درجه الكويره يتصوروا في الدماغ ديالو على ان مجلس مدينه الرباط غادي بلا برنامج عمل يستحيل تعطي الله يكثر خير ما تدخلش المنامي لا تنطي نفس السير التوخم عند الله
نعمل.